يختلف الخبراء والباحثون حول التعريف الدقيق لمفهوم السعادة في العمل والعلاقة الإيجابية بين السعادة والإنتاجية. لكن الشعور بالسعادة بلا شك يشعر الإنسان بذاته وبالأمن والاستقرار. ففي دراسة قام بها جان إيمانويل أستاذ في كلية إدارة الأعمال في جامعة أوكسفورد عام 2014، خلصت تلك الدراسة إلى أن رفع معنويات العاملين وإحساسهم بالسعادة أدى إلى زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح من 7 إلى 12%. أهمية السعادة في العمل سيكون هذا محور نقاشنا اليوم مع الباحثة في علم الاجتماع فادية الإبراهيم. صباح الخير لك صباح فادية. صباح النور، أهلا. يعني نظريا دائما الأمور تشعرك بالسعادة فعليا، إنه إذا في شخص حريص على سعادتك إن كان مديرك أو حتى المؤسسة وحريص على إنتاجيتك، لكن اليوم الدور على مين؟ على الفرد نفسه ولا على المؤسسة لنصل لهذه النتيجة اللي هي السعادة في مكان العمل؟ الدور بقى على الاثنين، يعني على العمال نفسهم أو الموظفين أنفسهم وعلى الشركات أنفسهم في إنها تتبنى نهج السعادة للموظفين أو تحقيق السعادة والراحة النفسية للموظفين من خلال طبعا عدة أساليب. ممكن من خلال إنه اعتماد المتعة كجزء أساسي من ثقافة هاي الشركة، أيضا توطيد أواصل الصداقة والزمالة بين الموظفين والتشجيع على التكافل الاجتماعي والترابط الاجتماعي داخل هاي الشركات، إنه تكوين هاي الصداقات بدفع يعني على الشعور بالراحة والسعادة داخل العمل. أيضا التقدير سواء كان مادي أو معنوي للموظفين بيجلب لهم السعادة من قبل الشركة. فالإنسان يعني بفرح عندما يحصل على مقابل لأعماله أو مقابل لنجاحاته، حتى لو معنويا. نعم، معنويا أو حتى ماديا من خلال الحوافز والعلاوات والدعم المادي لهذه النجاحات. أيضا العمل من الشركة بشكل دائم على تطوير الموظفين وتدريبهم وتحفيزهم لإنتاجية أفضل، لعمل أفضل، كل هذا بحقق لهم السعادة. خلينا نكون واقعيين شوي فادية، هل هذا الشيء ممكن في ظل بالمجتمع من خلال مشاهداتك؟ هل بتحسي أنه في ثقافة تتقبل هذا النوع من الحرص على سعادة الموظفين؟ هل بتحسي أنه في يعني الأوضاع الاقتصادية الموجودة هل هناك غرفة أو مساحة للتفكير ايضا في يعني خلينا نقول كيف من يعني تشجيع او يعني تفكير بالموظف اصلا من ناحيه هذا المبدا ومن ناحيه هذا الانتاجيه المطلوبه؟ هذا بيعود للمؤسسه نفسها وطبيعه هاي المؤسسه. كثير في شركات عالميه وشركات بدور خاصه بدور على كلمه تحفيز تحفيز الموظفين فعلا على شعور بالسعادة. نعم، الكثير من الشركات العالميه والشركات الخاصه سعاده الموظف وراحه الموظف جزء اساسي من سياساتها، وبتسعى لهذا الشيء وبتخطط له وبتعتمد مؤشرات لتحقيق السعاده الوظيفيه من اجل تطوير مؤسستها وتحسين ادائها وانجازها. بس في ناس عندهم صعوبه كبيره بالاحساس بالسعاده بالحياه، هو يعني تقبلنا احنا لفكرة السعادة بنحسها احيانا هي نوع من الرفاهية، عدم جدية في الحياة، وحتى مفهوم السعادة يمكن يكون غائب. هل برأيك انه احنا مجتمع قادر على فهم ماذا تعني السعادة او كيف نصل الى الاحساس بالسعادة؟ وهل هو مرتبط بالابتسامة اللي دائما مرسومة على وجوهنا وماشيين؟ يعني هل هذا المفهوم صحيح؟ السعادة يعني مفهوم معقد نوعا ما. طب خلينا نبسطه شوي. نسبي بيختلف من شخص لآخر. يعني لو ربطنا أو أجينا نحكي عن السعادة مفهوم العمل، الكثير يعني بتسألوا هل النجاح في العمل بحقق السعادة؟ الجواب الكلاسيكي إنه إذا كان الشخص ناجح في عمله فهو سعيد في حياته. لكن في الواقع يعني في علم النفس أو علم الاجتماع بالعادة لا يرتبط النجاح بالسعادة، لأن السعادة شيء تماما مختلف عن النجاح. فكثير من الأشخاص بوضعوا أهداف لحياتهم العملية أو حياتهم المهنية، بحققوا هاي الأهداف وما بيصلوا للسعادة أبدا. والكثير من الأشخاص ناجحين في عملهم ولا يحققوا أي سعادة على المستوى الشخصي. طب بإيش مرتبطة السعادة إذن؟ يعني هل هي مرتبطة بإني أعمل شيء بحبه؟ هل هي مرتبطة بإني أكون مثلا في عائد مادي مريح بالنسبة لي عشان أقدر أفكر بالجزء المعنوي؟ هل هي مرتبطة مثلا بالإنتاجية أو مثلا إحساسي بقيمتي في المكان؟ بإيش مرتبطة السعادة؟ أو هل يجب أن تكون مرتبطة بشيء؟
هي شيء داخلي نفسي في الأصل. طب ما هي لازم نعرف محفزاتها. محفزاتها طبعا الرضا الوظيفي والاختيار الوظيفة المناسبة المتوازنة مع الحياة الخاصة والحياة العملية للشخص شيء أساسي في تحقيق السعادة. أيضا التقدير المادي أو المكافأة المادية اللي بيحصل عليها الموظف أو العامل نتيجة لعمله أكيد رح تحقق له نوع من السعادة. أيضا التطور في العمل والحوافز في العمل وتحقيق الإنجازات والجوائز والتقديرات المعنوية لها دور في إسعاد هذا الشخص، إنه العقل في الطبيعة بفرح في تحقيق يعني بفرح أو بسعد بتحقيق إنجاز ما، فالإنجاز في العمل أكيد رح يحقق السعادة. يعني هل برأيك إنه في خلينا نقول المحيط الخارجي أو البيئة الخارجية هي المحفزة للسعادة ولا الإنسان من داخله؟ الاثنين صراحة. الإنسان إذا عنده استعداد للسعادة وكان يعني شخص متوازن نفسيا وفكريا وعقليا بيكون عنده استعداد للسعادة واستقبال السعادة، وإذا كانت هاي الشخصية إيجابية أيضا العمل إذا كانت أجواء العمل نفسها إيجابية وسعيدة فيها جزء من المتعة والشغف، فيها التزام بالعمل، فيها تقدير، فيها احترام بين العاملين والموظفين أيضا. يعني برأيك أنه كل التفاصيل هاي الصغيرة ممكن أن تكون عامل من عوامل تحقيق السعادة؟ نعم أكيد، بشكل أو بآخر. نعم. طيب قبل ما نكمل حديثنا حبينا أنه نسأل الناس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إذا كانوا سعداء فعلا في عملهم، خلينا نشوف النتيجة. هل أنت سعيد في عملك؟ 42 من الناس جاوبوا بنعم و 58% جاوبوا بلا. برأيك الـ 42% هل الإحساس بالسعادة نابع من كل العوامل اللي احنا حكيناها؟ ممكن تكون خارجية، هناك من يقدرهم في العمل، هناك من يحترمهم، هناك من و 58% ممكن انهم يعني هم اصلا لا يحسوا بهذا الاحساس بالسعادة ولا محيطهم لم يساعدهم. يعني انت برأيك من خلال خبرتك كيف تقيمي هذه النسب؟ هذه النتائج بتكون بناء على معطيات او مقاييس توضع لاجل الحصول على هذه الارقام وجمع البيانات وتحليلها، فحسب المقياس الذي اعتمد في تقييم أو قياس مستوى السعادة. مثلا يمكن وضع اختبار الثقة بالإنجاز. الثقة بالإنجاز شيء أساسي في تحقيق السعادة بالعمل. الشخص الذي يثق بإنجازاته داخل العمل وعطائه داخل العمل بيكون أكثر سعادة وقادر على تطوير نفسه وقادر على الإنتاجية أكثر. كمان الأشخاص الذين يكتبون أهدافهم ويكتبون إنجازاتهم أيضا يصلوا إلى مرحلة أكبر من السعادة. أيضا الرضا بالأخطاء، الموظفين الذين يتجاوزون عن أخطائهم ويتقبلون بكل صدر رحب ويكون عندهم استعداد لتصليح هذه الأخطاء يكونوا سعداء أكثر. أيضا الذين يتقبلون النقد من مدراءهم وزملائهم أيضا بحقق السعادة لهم، والذين أيضا يتلقون الدعم المادي والحوافز من شركاتهم نتيجة أعمالهم أيضا بيحققوا مقدار من السعادة. المدح والثناء أيضا مؤشر من مؤشرات يعني قياس السعادة. الـ 42% اللي هم يحسوا أو يشعروا بالسعادة في مكان العمل، أهم خمس صفات موجودة عند هدول الأشخاص من الناحية النفسية اللي ساعدتهم يوصلوا لهاي المرحلة؟ يعني عشان للتنويه احنا حطينا هذا السؤال من خلال الفيسبوك وتويتر. الأشخاص اللي جاوبوا هم أشخاص هم راغبين بتوصيل الرسالة أنه هم سعيدين أو غير سعيدين، وهي يعني خلينا نقول عينة عشوائية من المجتمع. فالـ 42% برأيك إلى أي مدى فعلاً من ضمن المجتمع أو المحيط اللي إحنا شايفينه، هل العامل الأكبر هو عامل داخلي ولا عامل خارجي ممكن فيه حظ إنهم موجودين بمكان بيساعدهم على الوصول لهذه المرحلة، ولا هو دافع ذاتي بالدرجة الأولى؟ هو ما في عامل داخلي أو خارجي، هم العاملين مع بعض بيشتغلوا لتحديد هاي النتيجة. هو مثل ما قلت الاستعداد النفسي عنده حبه وشغفه لهذا العمل، وأيضا ظروف العمل نفسها وبيئة العمل نفسها إذا بتساعده يبدع في هذا العمل أو يتقبل هذا العمل أو يكون منتج وسعيد في عمله. وفي الغالب الأشخاص الذي بيلتزموا بعملهم يعني وبيداوموا في أوقات محددة وما بيغادروا العمل إلا لما ينجزوا عملهم بيكونوا أكثر سعادة، واللي أيضا بيكون عندهم صداقات داخل العمل أيضا بيكون عندهم فرصة لأكثر يكونوا أكثر سعادة، واللي بيكون عندهم مبدأ أيضا مبادئ يعني متوسطة ومعتدلة ومرنة وإيجابية وبيلتزموا فيها خلال عملهم أيضا بيكونوا أكثر سعادة. طيب إذا الشخص يعني لم يكن هناك أي من هاي العوامل الخارجية
تحديات كثيرة في العمل، يعني أجواء عمل يمكن ما تكون مريحة، ليس هناك الكثير من الثناء، ليس هناك الكثير من التقدير، هل ممكن أن يشعر بالسعادة أيضاً؟ أو يساعد نفسه يشعر بالسعادة؟ بالأكيد لا، لأنه تحقيق السعادة للموظفين بيعتمد بالدرجة الأساسية على المؤسسة أو الشركة نفسها، إذا كانت بتتبنى ثقافة السعادة في شركتها أو لا، وليس مفهوم المؤسسة كشيء مجرد، إنما هو المدراء والمسؤولين على هذه المؤسسة، حيث قال إنه كثير من الأشخاص بتركوا وظائفهم أو بتركوا أعمالهم لأنهم يريدوا أن يتركوا المدراء أو يريدوا أن يتركوا المؤسسات ولا يريدوا أن يتركوا الشركة نفسها، فالسياسة القائمة داخل هذه المؤسسات أو داخل هذا العمل والتحفيز والبيئة العمل وتحقيق الرضا الوظيفي والسعادة الوظيفية والمرونة في العمل والتعامل وتحقيق أجواء مرن داخل العمل، كلها بتساعد هذا الموظف أنه يحب عمله أو لا يحب عمله. والكثير كثير، يمكن أنا بتوقع هذا الرقم طبيعي، ممكن يعني إذا عملت دراسات أخرى ممكن نتفاجأ بنسب مختلفة. نعم، لأنه إحنا في مجتمعاتنا بدنا نمارس الأسلوب التقليدي للوظائف والمهن والكلاسيكيات العمل، الالتزام يعني والقواعد الثابتة، نبتعد عن المرونة، بنبتعد عن التجديد، نبتعد عن الابتكار، بنبتعد عن التغيير، بنبتعد عن النشاطات اللي ما إلها علاقة بالمهن. يعني أنا بدي أشكر وجودك معنا اليوم فادية الإبراهيم، مدربة المهارات الحياتية، ونتمنى أنه جميع الناس يشعروا بالسعادة في كل حياتهم. أكيد أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك.